بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نسجل صورة من الشاشة أو من فيديو، مثلا عندي هذا فيديو، خلنا ناخذ صورة منه. إذا شغلناه مثلا بناخذ هذه الصورة، نضغط كنترول أو لا، نطلع البرنت سكرين. في البرنت سكرين من الكيبورد، ممكن شوفه هني مثلا، هني برنت سكرين، بس بالكيبورد تلقاها هني فوق. يعني هني اذا ضغطنا برنت سكرين نفس هذه على الشاشة، الحين نضغط برنت سكرين، نروح على فوتوشوب، نقول له هني نيو فايل، انا عندي شاشتين، نقول له اوكي، نروح اديت، نقول له بيست، جاه جابها لنا هني. الحين هذه ناخذ السلكت هني، نشر على الصورة، نقول له اديت كوبي فايل نيو، نقول له اوكي، اديت بيست. هذه هي الصورة، نقدر نحفظها طبعا، فايل وسيف.